هذه الاستثمارات اللي تم إعلانها من خلال رؤساء الشركات اللي زاروا مصر والتقوا بفخامة الرئيس، ده بيؤكد ان هو التزامهم بهذه الاستثمارات والتزامهم بوجودهم في تنمية الأعمال في مصر وزيادة فرص البحث والاستكشاف والإنتاج في السوق المحلي وفرص وجودهم في مصر كجزء من مشاركتهم في تنمية دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، يعني ليس فقط فيما يغطي السوق المحلي بل أيضا على المستوى الإقليمي والدولي أيضا. فالحقيقة أنه الدور اللي بتلعبه مصر النهاردة بقى أكتر من أنه هو دور محلي، هو أيضا دور إقليمي، وأعتقد أنه ده السبب في أن احنا شايفين النهاردة شركات متعددة الجنسيات والشركات الإقليمية بتركز على وجودها معانا لأنها شايفة أن في فرص كويسة هتعود عليها وهتعود على المنطقة. حجم الاستثمارات المستهدف بالنسبة للوزارة خلال العام الحالي؟ في حدود 8.5-9 مليار دولار، وطبعا ده بيبقى يعني بيحصل له تحديث كل فترة يعني.